بسم الله. دلوقتي في لغة البايثون عندي حاجة اسمها مديول، هي عبارة عن إن أنا بستدعي ملف خارجي بيكون فيه فانكشن جاهزة أو دوال جاهزة بتسهل على الوقت بدل ما أقعد أكتب من الصفر. فلو فتحت قائمة ستارت ودخلت كده في البايثون هيفتح لي ملف فيه دوال كتيرة، وليكن مثلا دالة زي دوال الرياضية زي الماس. بتلاقي الأوامر هيت جا وجتا وفي فلور وفي حاجات حلوة قوي، تمام. زي مثلا ناخد SQRT، هنفتح البرنامج أي برنامج بتشغل فيه في البايثون وأقول له امبورت ماس، تمام. كده أنا استدعيت المديول دوت، فاقدر استخدم اي داله موجوده فيه. فاقول مثلا برنت اطبع لي وبين قوسين، لو قلت له اس كيو ار تي وقلت له اديت مثلا رقم زي مثلا الاثنين او 16 مثلا، هتلاقي ان هو بيقول لي فيه غلط. ليه غلط؟ لان لازم اكتب له الاس كيو ار تي دي انا اخدها منين. فهقول له دي اخدها من الماتس دوت اس كيو ار تي، تمام. جاب لي كل الحاجات اللي موجوده جوه الماتس، فهقول له اشتغل، فهيروح لي 16 ويشوف الجذر التربيعي بتاعها كام ويقول لي ان هو 4. دي فكرة المديول، تمام. بتوفر على وقت كتير قوي وحاجات جاهزة، وممكن حاجات كتير جدا كنت عايز تعملها فتلاقيها موجودة، مجرد بس تكتب امبورت للمديول اللي انت عايزه، تمام. طيب خلينا نعمل احنا حاجة خاصة بينا، تمام. يعني هاجي هنا مثلا هقول له انا عايز اعمل هنا دالة. انت لو فتحت الملف بتاع الماس ده هتلاقي عبارة برضو ايه عن دوال، عرف لي دالة وليكن مثلا اسمها مثلا زد اكس سي، ماشي، او اسمها غزة، تمام. الدالة ديت كل اللي هي بتعمله هترجع قيمة ريتير، خليها هلو وورلد، تمام. يبقى هو الفكرة كلها في دوت ان هو هيرجع لك قيمة اسمها هلو وورلد لا اكتر ولا اقل. وبعد كده هاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له انا عايز نيو سكراتش فايل، ان لغة البايثون، تمام. واقول له هنا امبورت، واقول له انا عايز سكراتش اندرسكور 1. يبقى هو كده يعمل ايه؟ هيروح يعمل يشوف الدالة دي ويستدعيها ويجيبها معايا، تمام. طيب دلوقتي بقى عايز اقول له ايه، شوف الدالة ديت اللي هي غزة، فهقول له برنت، تمام. وبين قوسين هقول له خش على سكراتش ودوت غزة، اطبع لي الدالة اللي اسمها غزة وادي له قوسين لان دي يعتبر بستدعي فاكشن، واقول له اشتغل. فهو يعمل ايه؟ هيروح لسكراتش 1 وهيروح للفانكشن اللي اسمها غزة ويبدأ يطبع. دي فكرة ان انا اعمل مديول.